ساموراي. انت كنت طبيعي، وخلف القاس خاصو يكون شوية برتقالي. عندك ايه ما ايش في البقرة؟ انت كنت طبيعي، وخلف القاس خاصو يكون شوية برتقالي. عندك ايه ما ايش في البقرة؟ ايه ايش في البقرة؟ ما عندك عندك اكيد دريتو يور يور هر 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 ترى من الصباح جالس كتاكل وحاضينك، ما قلنا لك والو. شي واش ما كاينش شي حميه غذائيه؟ ما كاين والو، ما كاينش. السلام عليكم خويا. السلام عليكم، كي داير؟ بخير. معكم الحمد لله. منين؟ من اسبانيا. مشرفين. منين؟ من المغرب. من بني من الله. بني من الله، تبارك الله. عرفتي دابا شنو غادير معنا ياك؟ الا تقدر تفهموا لي عافاك. نلعب واحد الكويز ان شاء الله، 10 سؤالات، و كان جاوبتهم كلهم مزيان تقدر تربح ان شاء الله تيكت العمره. واخا صافي ان شاء الله. ايوب خايف فراخه. واه خويا، منين منين اسبانيا؟ منين؟ من مرسيا. مرسيا بالي. علي باو، علي باو، بس زي راسك. بسم الله. لفت ميركيوز فراخي صح؟ على ما شوف، غنقول لك سميتك موعد ياك؟ وا شوف موعد، كاين 10 أسئلة غنبدا بالأول، ولكن كل سؤال عنده A B C و D. بان صافي. واخا دخل في الخمينه ديال الى قلنا الى قلنا الى قلت السؤال والاجوبه كاملين A B C و D، الى قلتهم كاملين عندك 10 سكوند باش تجاوب. واخا صافي، تقول A ولا B ولا C ولا D. صافي صافي. واش انت مستعد نبداو؟ واه نبداو ان شاء الله. يلا واحد باس كارت دريده. يلا كاين جوج الابناء ديال ادم عليه معروفين. واه السميه ديالهم واش A هابيل ونابيل، ولا ب هابيل وإسرافيل، ولا س هابيل وقابيل، ولا د هابيل وبابيل؟ س مزيان اخويا. تبارك الله عليك، جواب صحيح. تبارك الله عليك. اوكي فرزين درونجز. اوكي السؤال الثاني دابا. واخا واخا السؤال الثاني. يوم عرفة، يوم عرفة نهار اللي بعده عيد الأضحى ياك، كاين واحد النهار قبل يوم عرفة عنده واحد السمية، واش هو؟ A يوم التشريق، ولا B يوم القيامة، ولا C يوم التروية، ولا D يوم النحر؟ نهار قبل عرفة. يوم التشريق. واه واخا نستناو الجواب ديال شنو قلتي؟ قولي انت. قول يوم التشريق، والجواب خطأ. الجواب هو السي يوم التروية.
سمعت يا اخوي معاذ؟ واه سمعت. يعني اليوم اللي قبل يوم عرفه سميتو يوم الترويه. دابا اخويا كيقلب على ديك الصوتيه ديال الخطا ولكن ما لقاهاش. دابا تخدم ان شاء الله. ان شاء الله موراك ان شاء الله. ايوا اخويا معاذ خير ان شاء الله، مره اخرى ان شاء الله تعالى تربح باذن الله. اسمح لي واحد دقيقه قر ندير التصويره للتذكيره. هذا تصب اسامي صافي صورت صاف شكرا. لا الحمد لله ابدا ابيان يا اوكي. وجيتي خويا راسك العرس زياش صحيح المشكل بين زوج بريئه ما كاينش مشكل. انا دابا علاه كنهضر انا كنهضر على الديجيتال. شوف يا راه راني تكلمت مع السيد اللي مكلف بالادمين ديال لاباج الفيدراسيون، انا كنت معاه ودري خالوق والله يعمر راس لها وكيدير لي بجهد، ولكن راه ما يمكنش يدير كل شيء. راه داكشي اللي كيتعطى له كيحطو، راه ماشي هو اللي كيدير الدرون وكيدير داكشي، هذيك راه الناس اخرين اللي كيب اخرى اللي خصها دير داكشي. وزيد دياز يلعب الماتش جاي، ممكن يلعب الماتش جاي، اش ما يلعبوش يتقصح في سبعه وصافي ماشي شي حاجه. دابا وصلنا لمارينا وبعدا باش نقول لكم واحد القضيه، بعد غدا ان شاء الله كاين تكريم ديال خمسه ديال الزملاء منهم العبد الضعيف على التغطيه اللي درت لكاس العالم وكاس افريقيا، وكنشكرهم الناس ديال اكادير والجمعيه ديال الاتحاد الصحفي المغاربه اللي داروا لنا التكريم هذا واستقبلونا وكبروا بنا وعطاونا من احسن الفنادق المصنفه اللي احنا فيها دابا. وهذا الحمد لله راجع للعمل والتمارين اللي كنضربوها، ولكن الحاجه اللي عجبتني بزاف هما الناس ديال اكادير اللي كيصيفطوا لي رسائل واللي كنتلاقاهم في الشارع اللي كيكبروا بينا وكيقول شكرا داكشي اللي كدير. انا يكفيني فخر نسمع داك الكلمه ديال شكرا برافو عليك الله يحفظك اخويا انس الله يحفظك الله يجعل البركه لك. والخلاص ديالي انا ومازال ان شاء الله مازال نزيد نضرب تماره ومازال نزيد نخدم برضات الوالدين باش 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 تربي الماء بنتي هي تقرا الماء ما كيشربي الماء بغيتيش نضربوا تماره ونزيدوا ان شاء الله باش نكونوا في لو نيفو اللي غادي فيه المملكه المغربيه، خصوصا عندنا كوب دافريك فوتسال كوب دافريك 2025 لا كوب دو موند الكوب دو موند ديال الفوتسال اللي كاينه في المغرب. المهم بزاف ما يدار الله يعطيكم الخير.